النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض القراميط اللي كنا منضفينها مع بعض وشايفينها مع بعض. وده هنا البصلة هنعملها والملح هنا ملح فلفل كمون، لا مفيش كمون، ملح فلفل قرفة. اه ماشي. وهنا القراميط اهي. اهي بصوا تاكلوها في الهنا يا رب عشان التخان، اللي التخان فوق في الصوص القصيرة نسمة صغيرة بتشرح لكم القرميط في دخان وفرفة يعني، فتقول لكم سبحان الله. فإن شاء الله بإذن الله هيبقى في دخان بإذن الله. ما تحطهمش، حطيتهم من قبل البصلة بنعملها صيادية. نسمة كبدة الملح والقرفة والفلفل الأسود من قبل ما تبقى صيادية، مستعجلة إن هي تبقى طباخة. ان شاء الله اقلبها كده لحد ما تبقى صياديه كده ان شاء الله، البصله تبقى غامقه. وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنا الميه غلت بتاعه الصياديه، هنحط فيها بقى ان شاء الله نحط فيها القراميط. ومحضرين هنا ليمون، شايله البذره منه وهعصره في الشوربه ساعه ما اجي انزل القراميط. ما شاء الله بسم الله بسم الله، ما بيغيبش على الجواز يا جماعة. فان شاء الله بإذن الله كده زي ما ايه ما يتعمل يخلص هوريه لكم. بس زي ما قلت لكم قبل ما بننزله، قبل ما بننزل القرميط احنا بنعمل ايه، بنعصر شوية ليمون كده كويسين. انا بعصر بتاع 5-6 ليمونات، فان شاء الله هغطي عليه واسيبه لما ايه قرب ما يخلص كده هعصر الليمون، وبعد كده هوريه لكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله بيغلى اهو، ما شاء الله شوفوا القطع، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، لان النور في الدار الباب اتقفل. شايفين ما شاء الله بيغلى اهو، وبص على النبي اللهم صل على النبي. شوفوا الناس اللي هم عايزين ايه يسلخوه ما بيعرفوش يسلخوه، انا بعملهم من غير ما بسلخوه. ساعة ما بنيجي ناكله بنعمله القشرة كده بتلاقيها ايه طلعت لوحدها ازاي من غير تعب ومن غير اي حاجة. اهو شايفين يا رب الفيديو يعجبكم. والوقت هو قرب يخلق ينزل، فهنعصر بقى ايه الليمون. نعصر ليمون يعني، انا هعصر ليمون كتير. والقشر اللي احنا هيطلع منكم يا جماعه ما ترموهوش، حوشوه في الفريزر واعملوا المعجون بتاع ايه بتاع المواعين اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو بتاع اللهم صل على النبي، في الفيديو بتاع حفظ الليمون انا قلت لكم على الطريقه بتاعه المعجون بتاعه قشر الليمون بتعملوه ازاي وكده، وبيضيع اي زيوت عندكم سواء بتاعه بتجاز سواء بتاعه مواعين سواء بتاعه زلازله. فان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. وشوفوا ما تنسوش تتفرجوا على ايه على بتاع حفظ الليمون ازاي والقلقاس، وانتوا هتشوفوا الطريقه بتاعت ايه الزيوت بتاعت البيتوجاز بتطلع ازاي، الزيوت بتاعت المواعين بتطلع ازاي، الزيوت اي روايح وحشه ممكن تحط لها حته من المعجون اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو بتاع الليمون. وان شاء الله هنعمل الطريقه مع بعض قريب ان شاء الله.
فهنا هسيبها كمان تاخد كمان غلوة واطفى عليه ووريكم. وده شكله بعد ما خلص. دي الشوربة الصيادية، حطينا عليها ليمون. هو القراميط عايزة ليمون كتير، انا عصر عليها ليمون كتير وحاطه كمان جنبها ليمون عشان للي عايز. فانتوا لو عصرتوا عليها ليمون كتير بيبقى حلو. الفيديو دوت اي حد بيحب القراميط ياكل معايا، لان انا اللي في البيت باكله لوحدي. فلو عندكم حد بياكله تعالوا كلوا معايا، اتفضلوا تشرفونا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان عجبكم حبايبي ما تنسوش تعملوا لنا لايك. وزي ما قلت لكم هو القطعه اهي، وبعملها بقشرها، واللي عايز يشيل القشر بالسكينه كده او من غير سكينه بايدك هتلاقيها ايه طلعت. شوفي اهي اهو، فانا بعملها بالقشر. وبعد كده ايه اللي عايز ياكل ببعضه عادي، واللي عايز يقشره اهو بتقشره بسهوله جدا جدا جدا. فيا رب اهو هنا كمان دي اهي اهي شوفوا ما شاء الله. انا بحب القرميط قوي قوي وباكلها، بس بقى ولادي بقى ما بياكلوهاش، فانا هقعد بقى اشوفه بقى هقعد اكل فيها كام يوم. شوفوا هنا اهي اهي تشال اهي اهي بسهولة خالص جدا جدا اهي. واللي عايز يسيبها ببعضها والله بيبقى حلو وبيبقى طعم برضه والله العظيم اهو. شوفوا الفص ما شاء الله ابيض ازاي ما شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقة تكون عجبتكم، وان شاء الله ان شاء الله يا رب تشوفوا الفيديو وتعملوا لنا مشاهدة وتعملوا لنا لايك، واشوف وشكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله. شوفوا القطعي شوفوا الفص هنا ازاي مع السلامه.